الدفع يمشي لتنفيذ ضربة الجزاء. مهدي الصايدي وينجح وينجح على نادي بنزرتي بعد اخبار محمد الحبيبي. لكن اثنين بلاش في ضربات الجزاء بين اللي تعبيته اخفوا في تنفيذ زوج ضربات الجزاء رمزي الى حد الان. استغل مخالفة مباشرة من فراس العبي، حط الكرة بالراس في شباك علي العياري، يعدل النتيجة للنادي البنزرتي في الدقيقة 77. بعد مخالفة لعبت بطريقة ممتازة بين فراس العبي وفادي بن شوق ومهدي رصايسي اللي ضعف النتيجة. ولا التنفيذ ينفذ القوسة في محور الدفاع، اختيرة اختيرة لصالح النادي البنزرتي، التسديد والكرة تضرب. تتواجد لإعادة مهدي رصايسي كان روض وحاول المرور من عمرو مرعي. أمامكم على الصورة مهدي رصايسي الصعود والرأسيته وكان بمفرد غريبة على دفاع الملعب. دقيقة 32 عن طريق مهاب زياد العنلي يسأل توزيع من يقطع مهدي رصايسي وخارج الحارس مكان. من مرتضى بن ونيس بن ونيس بن ونيس داخل منطقة الجزاء، والكوبي كان قريب من إطلاق رصاصة الرحمة لدفاع النادي الإفريقي. كرة أخيرة كانت التمريرة من مرتضى بن ونيس باليسار. مرتضى بن ونيس هو اللي الدفعة الثانية من الجولة 12. قلنا انتحاد بجزان انتصر على مستقبل جابس 2 مقابل نادي البنزرتي. لصق سريع لصق جنوني الكرة لمحمد واليونداي داخل منطقة الجزاء، مخالفة واضحة المخالفة يمشي في وسط الميدان اليوسيسي مقطوعة للكرة واليونداي يسبق الكرة أكثر من اللازم. هذا اللعب سريع هذا اللعب التحضير لمحمد واليونداي. محمد واليونداي على جيش لاعب نادي البنزرتي يلعب يحاول يعمل مراوغة فدية كبيرة لمحمد واليونداي والتدخل يعود بالقوة الأسود والأبيض يعدد ونشوف النادي البنزرتي يقدم أكثر يخلي لاعبين الثيابي يخليه أكثر. سكري سكري يلعب الكرة على الجهة اليسار لكن فما التغطية فما التغطية في الوقت المناسب. تلعب الكرة المرزوقي حاول يحمل المراوغة عفوا تقبل الكرة التونسية بيد المدربين التوانسي لأجل في أكثر مناسبة قدرتهم على قيادة الفريق. مدجاني بالعيد كرة والرأسية في اتجاه هجوم النادي الافريقي كالعادة تبرع اليسار. عودة كرة حاليا النادي الافريقي مرة اخرى للتدريب امام السيابي في ملعب رادس. اليوم مباراة اخرى رهان اخر او مباراة نجم نقولوا بعيدة البعد عن بتكون خير على اللعب الزاوي مقطوع على الدفاع.
ازاي على الفرقه يقطع الكره في ميلو فادي Yeah.
مهمة جدا أمام المستقبل رجل بطولة حتى الذي لم يكن بطولة سيما للجاي زي عملية حمزة أحمد للبحر عن جاك بيسار التوزيع هو تدخل الدفاع يتول الكورة موجود مهدي رصاصي ياخذ كره من راهي وبالتالي يحاول يحل مشاكل جسمانيه وتبني دقيقه ديما واحد بلاش تقدم السريع مركز ثاني يراقب بجدية على المراكز الثلاثة لمدة واحد خذ فيها بمركز ثاني يراقب بجدية على المراكز الثلاثة لمدة
نادي البنزرتي امتلاك اكثر بالنسبه للسي ابي اللي قاعد يضغط على الدفاع الاتحاد. هذه كره وصفرة نادي البنزرتي او الابيض على الاتحاد الرياضي ببن قردان والكره تعود ممتازه لمراقب. هو الثاني للمدرب وليد بن ثابت سيدخل زيادة العونلي هدف السي ابي في هذه اللحظات طبعا الذي اخيرا وتعود مره اخرى للنادي الرياضي البنزرتي. مهدي رصايسي يلعب الكره مع موجوده ليترك فيها النادي الرياضي صفاقسي مع تقدم اكثر للهجوم مع الرغبه في المعاكسه ترجع من خميس الثامري تتحط الكره النوطه تتحط الفضه بسرعه مرصايسي تمشي كره لحمزه تونس في كره اليد الافريقيه ومشاركات ممتازه وتاريخيه في